زي ما احنا متعودين دايما، يعني قضايا المجتمع بتكون حاضره في النادي الاهلي سواء اطفال مراه او غيره. هنا بقى ورش عمل هنشوفها في التقرير اللي جاي، بس عن ترشيد استهلاك الميه، هذا الملف اعتقد الاهم. يعني كتير جدا من الوزارات كمان المعنيه تحدثت عن هذا الموضوع وكنا بندرسه، لكن ان احنا بقى نعمل زي مبادرات. كان النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم نظم هذه الفعاليه، وكان كمان في تفاعل كبير جدا من الاعضاء عشان نتكلم عن ترشيد المياه اللي لازم يكون جزء من سلوكياتنا. الإسراف في أي شيء أعتقد، سواء بنتكلم مية أو أكل أو طاقة أو غيره، أعتقد سلوك خاطئ جدا، فلازم إن احنا نبتدي نغير الثقافة بتاعتنا دي. خلينا نشوف التقرير إيه اللي تم بالظبط في النادي ونرجع نكمل. طبعا شرف لينا كلنا شركه قبضه ان هي تكون متواجده في النادي العظيم نادي الاهلي. احنا بنتكلم عن كل نقطه بتفرق، بالفعل كل نقطه بتفرق. النهارده المياه هي شريان الحياه، احنا بنحاول نوفر كلنا نغير سلوكنا. طبعا كلنا كشعب مصري كلنا عندنا نهر النيل الحمد لله، كلنا مشغلين المياه وكده، لكن ما عندناش الوعي ازاي نقدر نوفر، ازاي نقدر نحمي المورد ده. المورد ده مش شرط انا معايا فلوس عشان اقدر اجيب ميه، لا الموضوع مش كده. المورد ده مش بتاعنا بس، بتاعنا وبتاع الاجيال الجايه والاجيال اللي بعد كده، فمورد مهم جدا، لازم نفكر ازاي نقدر نوفر الميه. عشان كده الحمد لله النهارده يهمنا جدا تواجدنا في النادي الاهلي، نادي عظيم نعتبر النادي الاول في مصر. النهارده لما نغير الثقافه بتاعه الجمهور نادي الاهلي وعشاق نادي الاهلي، يبقى احنا كده بنغير ثقافه الشعب المصري. اهميه الميه في مصر دلوقتي في الظروف الحاليه، احنا مع ظل التوسع السكاني الموجود واحتاجنا لكل نقطه ميه، فلقينا ان احنا وتدايما طبعا دور النادي الاهلي في الخدمه المجتمعيه المشهور بيها من ضمن يعني فعالياته، ان احنا نعمل بروتوكول مع النادي الاهلي عشان نعمل توعيه للناس في اهميه مياه الشرب واهميه نقطه الميه ازاي بتفرق وازاي ممكن نحافظ على كده. وطبعا احنا يعني مستهدفين برضو جميع الاعمار، يعني من نشء صغير لغايه الامهات لغايه الاباء، فتبقى ان شاء الله يوم مفيد ونخرج بنتيجه مظبوطه ان شاء الله. بنتكلم النهارده على نقطه مياه تساوي حياه. النهارده وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء حي على الارض المعموره ده اساسه الميه. لما اجي نتكلم النهارده ان احنا عندنا ندره ميه، يبقى لازم كلنا نتعاون، كلنا يبقى في عندنا يعني مجال توعوي من اجل ان احنا نحافظ على كل قطره ميه، لان الميه النهارده على فكره الناس يمكن لازم تخلي بالها، النهارده الميه يعني حياه، النهارده الميه يعني زراعه، يعني صناعه، يعني تجاره، يعني ثقافه، يعني اجتماع، يعني مشاركه مجتمعيه، فطبعا الحياه كلها اساسها قطره المياه. احنا الحمد لله بننتشر في وسط مراكز الشباب، وبننتشر وبننزل نعمل توعيات في المدارس عشان نعلم الاطفال ازاي تحافظ على نقطه الميه، لان كل ما بيحافظ على نقطه الميه كل ما هو بيرشد نقلل استخدام الميه في الشبكات، وده بيساعدنا في الصرف الصحي لان بيخف الاعباء علينا في الصرف الصحي. النادي الاهلي الحقيقه احنا اول ما توجهنا اليه بان احنا عايزين نعمل بروتوكول معاه، الحقيقه هم اللي كان الريسبونس بتاعهم كان عالي جدا، ولقيناهم في نفس الاسبوع بيردوا علينا ويقولوا لنا تعالوا نتفق على ازاي هننفذ وازاي هنعمل الشغل التوعيه اللي مع بعض. واضح جدا كمان لما انا لفيت في النادي الاهلي لقيت ان كل الحنفيات بتاعته متغيره بالقطع الموفره، فهو اصلا عنده الفكر بتاع ترشيد استهلاك الميه مبني من اساسه من هنا وموجود. هو انطلاقا من دور الاهلي في المجتمع، دي مبادره قوميه اللي هي كل نقطه بتفرق. احنا اول نادي يستضيف المبادره دي. المبادره دي فيها واجب قومي اولا واخيرا، احنا واخدناها ان احنا نعملها اكسرسايز لاطفالنا ان هم ازاي يتعلموا يعني ايه ميه، ازاي هاو تو سيف الووتر دي. النادي الاهلي دايما هو النادي الرائد في مصر والشرق الاوسط في اي حاجه فيها يعني دور مجتمعي للنادي الاهلي، لازم يبقى هو دايما سباق ان هو يشارك فيها. الناس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي كانوا تبعتوا لنا من شهرين تقريبا وطالبوا مننا هنشارك في الحمله القوميه لترشيد الميه،
ودي طبعا ده دور مجتمعي وواجب وطني على كل مواطن مش على النادي بس. زي ما احنا متعودين دايما من إدارة النادي الأهلي من مجلس الإدارة والأعضاء ان احنا دايما بنقدم حاجة للطفل تكون سابقة، واحنا النهاردة بالتعاون مع اللجنة العليا متعاونة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عاملين مجموعة من الأنشطة اللي في الآخر بتودي ان الطفل يبقى عارف ازاي يرشد المياه واستخدامها. النهارده طبعا احنا من منطلق النادي الاهلي دايما رائد ودايما سباق، فكان توجهنا ان احنا نبتدي نمشي طبقا لتوجهات الدوله من حيث توفير المياه، وكانت الشركه القابضه اكبر داعم لينا الحمد لله. فطبعا ابتدينا ان احنا نشتغل بتركيب قطع موفره في جميع الفروع الخاصه بالنادي الاهلي، بان احنا نبتدي نوفر ونشارك في المبادره بتاعه توفير وترشيد المياه. فده كان اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا ناخد الخطوه بحيث ان احنا دايما نبقى سباقين. حاجة محترمة جدا، والحقيقة لما نقعد يعني نركز كده ونفتكر مع بعض عناوين وموضوعات الفعاليات المختلفة اللي بتنظمها اللجان المختلفة في النادي الأهلي، هنلاقي ان زي ما نهاوند كانت بتقول من شوية ان فعلا الموضوعات الاجتماعية الأهم على الإطلاق دايما موجودة في إطار فعالية ما من فعاليات اللجان. صح، أنا بتفق معاك جدا، وعجبني كمان موضوع ترشيد المياه وفكرة تغيير محاولة تغيير سلوكياتنا، لأن أنت بتتكلم وقلنا الكلام ده قبل كده وحنفضل نقوله، دولة بتختلف، دولة بتبنى، دولة بتنطلق كمان، مش لسه بس بتبنى، هي بتنطلق. فلازم إحنا كمان ننطلق معها، لازم إن إحنا كل سلوكياتنا السلبية يعني نتخلص منها ونبتدي نطور من أنفسنا عشان نواكب هذه الدولة المتطورة اللي ياما كنا على مدار سنوات سابقة بنحلم إن هي تكون عندنا. فعندك دلوقتي قيادة سياسية بتهتم بجميع ومختلف نواحي الحياة بما فيهم الرياضة كمان بشكل طبعا. يعني أساسي، مش مثلا حاجة هامشية، لا ده بتهتم بالرياضة والرياضيين، وزي ما حضراتكم دلوقتي بتتابعوا يعني محافل دولية كبيرة جدا بتقام على أرض مصرية. فإحنا لازم نتغير، فسلوكياتنا لازم تتغير وفكرنا لازم يتغير عشان نواكب إن شاء الله الدولة اللي إحنا يعني كلنا بنحلم بيها اللي بتتم دلوقتي بقى لها سنوات كتيرة. فحلو جدا مبادرات زي دي كلها بتسهم في الآخر إن أنت بتغير أو بتعمل وعي، طبعا مفيدة جدا، حتى عشان يبقى عنصر مفيد وفعال، ما نبقاش احنا اللي بنعرقل، يعني تبقى البلد بتحاول تنهض واحنا ولاد البلد اللي بنشدها لورا. فطبعا نقطة مهمة جدا.